هنتكلم النهاردة عن فكرة عبقرية في تكاثر نبات الكلدارين، نبات داخلي يعني يوضع داخل البيت وداخل المكاتب. ازاي نعمل له عملية ترقيد هوائي ونعمل له عملية التجذير؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة تعليم تكاثر نباتات الزينة. ان شاء الله معانا فيديو النهاردة جميل وفكرة مبتكرة وفكرة عبقرية في تكاثر نبات الكولدارين. كلنا عارفين نبات الكولدارين من النباتات الداخلية. هنعمل عملية الإكسار عن طريق الترقيد الهوائي. ميعاد الترقيد الهوائي ابتداء من شهر 6 إلى نهاية شهر 10 لنبات الكولدارين. بنختار ساق زي ما واضح معانا كده، أدي ساق اهوت، بنختار ساق من النبات. يعني مثلا هنختار الساق ده وننضف، بنجيب آلة حادة كده وبننضف الأوراق كده بالراحة وبنعمل عملية الترقيد الهوائي. وبنيجي على الساق كده بنعمل جرح بمقدار 2 سنتي، اهو بنعمل دايرة كده حوالين، وبعدين بنشيل الغلاف الخارجي، بنشيل الغلاف الخارجي ده اهو. ادي شكل الجرح معانا اهوت زي ما واضح معانا كده. وبعد كده بنعمل ايه بقى؟ بنحضر بطنس. بطنس ها اللي هي تربة خفيفة تحتفظ بالمياه، بنملاها مياه وبعد كده بنحطها على كيس بلاستيك ابيض شفاف، وبنجيب سلك رباط او خيط، وبنيجي على الجرح كده اهو. ادي عملية الترقيد اهو، وبغطي الجرح، بغطي الجرح خالص اهوت، وباجي بالسلك، بقوم جاي رابط بالسلك بقفل من تحت او من فوق اهو، بقوم جاي قافل بالسلك. ادي شكل الترقيد الهوائي نبات الكولدارين بطريقة سهلة وبسيطة. لو عندك نبتة في البيت فيها كذا فرع او كذا غصن بتعمل لها عملية ترقيد هوائي، وبعد 25 يوم بتتم عملية التجدير. يعني بعد 25 يوم بتتم عملية تجدير نبات الكولدارين. وبعد كده هنوريكم ازاي نهتم بنبات الكولدارين بعد التجدير، يعني ازاي نعمل عملية طرق رعاية لنبات الكولدارين بعد التجدير. بعد 25 يوم ادي شكل نبات الكولدارين وادي شكل الجذور. بجيب مقص كده وبقص من تحت اهو. ادي شكل الجذور اهي باينه معانا اهي، لو شلت البلاستيك هتبان اكتر. ادي شكل الجذور معانا اهي. بعد كده بجيب قصيص كده فيه ثقوب للتهوية وتسريب المياه وبحطه فيه تربة زراعية. لو عايز تحط فيه تربة خفيفة اللي هي البوستس مفيش مشكلة، بقوم جاي أرويها بالمية كده. بعد الانتهاء من الري بجيب النبتة بتاعتها اهيت، ادي النبتة بتاعتها اهيت، بخف الأوراق على قد ما أقدر، يعني بخف الأوراق عشان ما تبقاش حمل على الجذور اهو. بسيب الشوشة بتاعت او طرفية النبات كده اهي، وبعد كده باجي في الاستيس كده بوسع عليها، بقوم جاي غارز اهو. ادي شكل الترقيد الهوائي وطرق الرعاية بنبات الكولدارين بعد الترقيد الهوائي بطريقة سهلة وبسيطة. طرق الرعاية بقى بعد الزراعة، يتم وضع النبات في مكان شبه شمس لمدة 10 ايام، وعملية الري يروى النبات بعد مرور أسبوع من الزراعة أو في حالة جفاف التربة. كل ما النبات بتاعه، كل ما التربة بجف، كل ما النبات بتاع الجذور بتشتغل في التربة بتاعتي. إنما لو اديت مية على مية بتعمل لي تلف في الجذور أو عفن في الجذور، والنبات بيرجع بينشف معايا. يعني في حالة لازم أعطش النبات بعد عملية الزراعة. لا تنسونا الاشتراك في القناة وتفعيل علامة الجرس ليصلك ما هو جديد من فيديوهاتنا في تعليم تكاثر نباتات الزينة.
اتمنى ان يكون الشرح نال اعجابكم، ولو في اي استفسار ابعتولي في التعليقات، وانتظروني في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.